شي مرة فكرتي إنه الفوط الصحية ممكن تسبب لك سرطان؟ نحن أمام مشكل يتعلق بسلامة المواطنين اللي عم يتعرضوا لموت بطيء. مواد منزلية المطبخية ملوثة بمادة الكوبالت 60 اللي هي من أعلى الدرجات المحظور أن تدخل إلى لبنان وأي دولة. من بعد الكوبالت 60 بالصحون والشوك والكبايات، التلوث الإشعاعي رجع اليوم وعم بيهدد نسائنا من خلال مادة الثوريوم اللي ضبطت بفوط صحية مشعة وقاتلة كانت بطريقة على أسواقنا اللبنانية. الثوريوم مادة مشعة موجودة بالطبيعة، إشعاعاتها بتعيش مليارات السنين. الثوريوم كان يستعمل باللوكس. الشاشة معمولة من القطن وفي بقلبها ثوريوم. لما تتولع الشاشة على حرارة عالية بتعطي هالجلول الأزرق أبيض، هذا اللون. هلأ في كتير بلدان منعته، التعرض إلى على مدة طويلة وكل يوم أكيد بيأثر. بعتقد المينيموم كانسر، تشوهات إذا واحد حبلة بيجي مشوه الولد، هذا إذا عاش. إذا كتير قوي الإشعاعات بصير في حروق. بس شو اللي وصل هالمادة الخطيرة على فوط أنيون الصحية؟ ممكن يكون في مصانع كانت تعمل هذا الشاش تبع اللوكس بكميات كتير كبيرة، ولأنها منعت تفوت على كتير بلدان يمكن دخلوها بهالصناعة. هيدا رأيي الخاص. صحيح إنه الفوط الصحية بتستخدميها بس أنت، ولكن هل بتهدد حياتك إليك بس؟ بغض النظر عن الثوريوم، أي مادة مشعة آخرة النهار لما تنكب بدها ترجع تنزل على المياه الجوفية وتوصل على أكلنا وعلى السمك اللي ببحرنا وعلى شجرنا. هون الخطورة، مش الخطورة بس إنه والله استعملتيها بيومين وخلاص. بلبنان كل شيء معقول، بس إنه نوصل ليوم نكتشف مواد مشعة وثوريوم بالفوط الصحية، هذا اللي ما كان حدا بيتوقعه. كيف وصل الثوريوم للفوط الصحية؟ هل في غير منتجات بأسواقنا ملوثة إشعاعياً كمان؟ هيدي الأسئلة وهيدي المخاوف كتيرة، هيدي عم تجي على رأسنا لأنها عم تجي على رأس كل بنت، عم تجي على رأس كل سيدة لبنانية من وقت ما سمعنا بخبر ضبط هالفوط الصحية على المطار. وقبل منا كمان شوك وسكاكين، يعني هيدي الفترة عم بيصير في كتير حوادث من هالنوع. لحتى نقدر ناخد الأجوبة عن هيدي الأسئلة رح يكون معنا الليلة مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية دكتور بيلان سولي. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لوجودك معنا ولمعلوماتك اللي بدك تعطينا إياها. دكتور، كيف وصل الثوريوم على الفوط الصحية؟ يعني هيدي شغلة جديدة عادة ما بنشوفها. نعم، نحن حتى استغربنا بهذا الموضوع، لأنه الثوريوم هو مادة مشعة طبيعية. نعم. يعني موجودة بالصخور، بالصخور البركانية. نحن بالنسبة لنا وجود الثوريوم بالفوات الصحية أو بأي منتج بقلبه أنسجة بكون مستخدم فيه لهذا المنتج ألياف صخرية. الألياف ليش الصخرية. كمان حتى الألياف الصخرية مضرة مزبوط؟ لا، هلأ الألياف الصخرية مضرة بطريقة مختلفة، هو على طريق الاستنشاء. صحيح، الاستنشاء إذا كانت في ألياف صخرية في مشكلة معقولة تسبب كانسر للرئة. وبما أنه ألياف صخرية يعني بقلبها مواد إشعاعية طبيعية فيها تكون مؤذية جداً وتسبب كانسر من وراء المواد المشعة اللي موجودة بقلبها لما نتنشأها. فالمواد المشعة اللي نحن بنتنشأها ضمن هالفايبرز اللي عم نحكي عنهم بتصير بتعمل إميشن داخل الرئة وبتعمل مشكلة للخلايا اللي موجودة بالرئة، فهذا الموضوع يمكن يسبب كانسر. نعم. طب ليه عم يستعملوا الثوريوم والألياف الصخرية؟ يعني ليش هلأ بلبنان حتى دخلت بضاعة أو وصلت لعنا فيها هالمواد الإشعاعية؟ شوف، هلأ مش في ما فينا نقول أنه استخدموا الثوريوم، فينا نقول استخدموا ألياف صخرية، وهي بشكل طبيعي أنه الثوريوم 232 يكون موجود بقلبها لأنه هيدي مادة مشعة موجودة بالصخور الطبيعية يعني. نعم. فهو استخدام الألياف الصخرية هو اللي أدخل الثوريوم، ما تم إدخال الثوريوم بطريقة مختلفة. نعم، بس لأ يعني اليوم لأول مرة كان ما حدا بيتوقع إنه اليوم النساء اللبنانيات والسيدات يخافوا من موضوع إنه الفوط الصحية بتعمل كانسر. هي يعني أول مرة نسمع بهالعنوان العريض. نعم، هلأ أنا بالنسبة لي بشوف نص الكباية المليان،
انه في سيستم رقابي جيد جدا. نعم. هو اللي خلى تنضبط هذه البضاعه، تم ضبطها بمطار رفيق الحريري. شو صار فيها البضاعه بس انضبطت؟ انضبطت من قبل الجمارك. نعم. بعثوا ورا مفتشين الهيئه اللبنانيه للطاقه الذريه، عملنا الكشف الاشعاعي الميداني اللازم، تاكدنا من وجود اشعاعات اكثر من الاشعاع الطبيعي اللي لازم يكون موجود بالمطار او بالانفايرمنت هذا. اخذنا منها عينات وعملنا لها فحوصات مخبريه بمختبرات الهيئه اللبنانيه للطاقه الذريه. تبين انه في عنصر مشع طبيعي هو التوريوم بالتصنيع داخل. نعم. 232 وكل الالمنتس اللي بتيجي من الديكي تاع هذا التوريوم. شو 232. صار بالبضاعه؟ بتقول لك شو صار. نحن بالنسبه لنا عملنا تقريرنا التقني وبعثناه، يعني نحن واخذنا العينات نهار الجمعه، كان بعثنا تقريرنا للمديريه العامه للجمارك نهار الاثنين بعد الظهر مع توصيه باعاده تصدير البضاعه الى بلد المنشا. هلا اليوم لمصدرها. اليوم اذا بتسال السؤال هو هل التوريوم من وين اجى بالضبط على هذه العينات؟ سمعنا ناس عم بتقول انه يكون في تلوث عبر الشحنه. نحن بالنسبه لنا حتى الكراتين اللي انفحصت ما في بقلبها، معناتها داخلي بالتصنيع، داخلي بالتصنيع حتى ضمن الحشوه الجوانيه. فبالنسبه لنا نحن هيدي ماده غريبه ما لازم تكون موجوده بهيك نوع من السلع، فالتوصية مباشره هي اعادتها الى بلد المنشأ. بس لهلا البضاعه بعدها بالمطار، ما اتخذ قرار من اداره الجمارك؟ انا هذا الموضوع ما بعرف اذا اتخذ قرار ولا لا، ولكن نحن اللي علينا سويناه. من يومين اجاني مراسله من المديريه العامه للجمارك. نعم. لاعاده العينات اللي اخذناها ولمساعدتهم بتوضيب هذه البضاعه. يعني بدهم يردوها بالمبدا بدهم يردوها الجمارك. نعم. على كل حال بنرجع ناخذ الاجابه، واكيد نعم. بالاخبار. نعم. على كل التلفزيونات بيرجعوا بيحكوا عن هذا. نعم. الموضوع. طيب اليوم هذا الباتش انضبط. نعم. وتبين فيه اشعاعات، شو اللي بيضمن انه سابقا، لانه اليوم كمان الرقابه بتتطور والاجهزه بتتطور، شو اللي بيضمن انه سابقا ما كان عم بفوت فوط صحيه كمان فيها مواد اشعاعيه؟ شوف مضرة. انا اللي فيني اقول لك ايه، عبر عمليات استيراد بعض السلع الى لبنان، ومن 10 سنوات او من 9 سنوات لهلا لما بدانا بالرقابه الاشعاعيه الحدوديه بالتعاون مع الجمارك، تم ضبط تقريبا 15 حالة من 10 سنوات او 9 سنوات لهلا. تم ضبط بعض خلاطات الحليب اللي جاي من دولة أوروبية لها مصنع كتير كبير بلبنان. يعني ما بنقدر نجزم أنه ما في مواد بالسوق اللبناني ممكن يكون فيها إشعاعات، لأنه على طول أبداً. الرقابة ما فيها تكون 100%. أبداً. أنا بالنسبة لي لأنه كل المواد أو السلع المستوردة عم تمر على اللي بنسميهم بوابات الكشف الإشعاعي على طول. من كم سنة؟ من 9 سنوات. هي هيدي البوابات قادرة 100% تضبط. أكيد. أيها أكيد. نعم. قادر تشوف اذا في اشاعات. نعم. بتفوق الاشاعات الطبيعيه، وبهيدي الحاله الجمارك بتبعث لنا بشكل رسمي وبنتدخل بشكل رسمي. هيدي الفوط اللي كانت فايته لصالح شركه لبنان الاخضر للتجاره، شو صار؟ هل تحقق مع الشركه؟ هل مفوته قبل بضاعه من هيدي الماركات؟ بلكي مفوتين من قبل وما حدا انتبه، هل صار في تحقيق؟ ليك لكون معك كثير صريح بهذا الموضوع، ما عندي اي معلومه. الجمارك بيعملوا هالموضوع. الجمارك واختصاص الجمارك ووزاره الاقتصاد. وزاره الاقتصاد. نعم. نعم. نحن بالنسبة لنا دورنا رقابي. لما يكون في أي مشكلة الجمارك تبعت كتاب رسمي، نحن منتدخل، بناخد عينات، بنعمل تقريرنا. نعم. وبنعمل توصية للمديرية العامة. يعني لأنه اليوم كثير منيح أنه لقطوا، ولكن الخوف من الأشياء السابقة. طب هيدي الفوط لو دخلت على السوق اللبناني. نعم. أو لو داخل فوط تانية أو مواد تانية، شو بيصير؟ نعم. بالنساء هلأ بهذا الموضوع مثل ما سبق وقلت لك أنه مواد مشعة موجودة بسلع ما لازم تكون موجودة فيها. اليوم شو يعني مادة مشعة وليش مضرة للصحة العامة؟ نعم. مادة مشعة بتعطي إشعاعات مثل اللي عم نحكي، مثلا مثل التوريوم اللي بيأذي فيه هو أشعة جاما. أشعة جاما يعني أنت عم تحط بالجسم طاقة. قديه بيعيش هالمواد؟ بتعيش 14 مليار سنة. أي 14 مليار سنة. التوريوم. 14 مليار سنة. بتعطي أشعة جاما. هالأشعة جاما بتعلي حرارة الخلايا، يعني فيها تطلع درجات، يعني فيها تعمل احمرار. أوف. فيها تعمل حروق. نعم. او فيها تعمل خلل على المستوى الجيني، اي وهون اللي بنحكي معقول يصير الحوامل. فيه طفرات، معقول يصير فيه طفرات تؤدي لسرطانات. والمرأة الحامل كمان كان عم ينحكى بالريبورت. هلا المرأة الحامل التعرض للأشعة ممنوع من فوق الصدر، اي ونزول تقريبا شو 70 سنتي. اوكي. ولكن فيما يخص الموضوع اللي عم نحكي عنه، بالمبدأ في مواد مشعة بسلعة ما لازم يتواجد فيها،
طب انا بدي اعتبر نعم. يعني اليوم نحن عم نحكي كانه بس عم نحكي عن هيدي الفوط او الشوك والسكين نعم. ولكن هيدي الفوط بتنحط بالزباله بتتنقل بيناتنا في نفايات اشعاعيه بتصير بالمياه الجوفيه وغيره 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 يعني اليوم هيدي الاغراض اذا ما تم معالجتها بشكل صحيح او بالسابق ما حدا بيعرف صارت موجوده وين ما كان يعني صارت عم تاثر تقلك لما صار السيستم الرقابي موجود ونحن من الدول الأولى تقريباً بالمنطقة اللي بلشت سيستام رقابي إشعاعي على الحدود من تقريباً 10 سنوات بشكل سيستماتيكي يعني. هلأ كل شيء عم بيتم ضبطه عم بيتم معالجة الموضوع بإعادة تصدير هالبضاعة لبلد المنشأ اللي ما عم بيتم ضبطه عادةً كلمة ما عم بيتم ضبطه هيدي في علامة استفهام لأنه عادةً كل البضاعة اللي عم بتفوت على لبنان عم تمرق بشكل إجباري ضمن بوابات العبور الإشاعية اللي هي عم بتغطي. بس احنا ولا مرة سمعنا بفضيحة بهذا النوع أو هذا الحديث إن كان الوزراء اللي طلعوا من المؤتمرات من المطار قال هلا نعم أنا بالنسبة لي هذه الحالة رقم 15 أو رقم 16 من أول ما بلشنا الرقابة فيما يخص استيراد السلع يعني مرة كان بالحليب عدة أطنان من الحليب البودرة اللي تم ضبطها على المصنع لأن في بوابات كشف إشعاعي على المصنع كمان. يعطيكم ألف عافية تبين موضوع الشوك والسكاكين والسلفون اللي فيهم كمان توريوم وإلى آخره كمان تم معالجته وفي كتير كان أكسسوارات كهربائية كانت تمرق عبر المطار طرودة ودائما تصير نفس العملية ويردوا على هيدا ولكن ما تطلع بالإعلام يعطيكم ألف عافية ولعملكم الرقابة شكرا لوجودك معنا ونتمنى من الدولة اللبنانية كمان توضع بتصرفكم كل الإمكانيات اللي أنتم عايزينها لحتى يتم يمكن ضبط هيدا الموضوع نهائيا وأنا بالوقت الحالي رسالة بدي أوجهها لكل النساء هالنوع من الفوط الصحية هيدا أكثر شيء فينا لكم إياه ما تشتروه في حال وجد طبعا. بالسوق اللبناني بالوقت طبعا. الحالي اعتمدوا يمكن الماركات المعروفة أكثر العالمية أكثر واللي مرقة على المطار واللي خاض على كل الفحوصات دكتور بلال نسولي أنا بشكرك مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لوجودك معنا